تفقد رئيس مجلس الوزراء مكونات مشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بواحة سيوة، مؤكدا أن المشروع يوجد حلولا جذرية لمشكلة عانت منها الواحة لعقود بما يدفع خطط تنميتها. وأوجه رئيس الوزراء بضرورة أن يواكب المنخفض الذي سيستقبل مياه الصرف الزراعي خارج الواحة أن يواكب التوسعات المستقبلية مع امتداد أعمال التنمية. كما تفقد مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة سيوة، والتقى كذلك كبار مشايخ واحة سيوة الذين أعربوا عن تقديرهم لاهتمام الرئيس السيسي بحل مشكلات وتلبية مطالب الواحة والتي لم يلتفت لها أحد لعقود.